Like a Hellcat. ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد يعني ثغرة جديدة يعني حاجات تانية جديدة ان شاء الله. قبل ما ابدأ وقبل ما اقول اي حاجة، يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في قناتي وتوصلوني ل 800 مشترك وتشتركوا في قناة عمار محمد، هسيب لكم لينك القناة تحت في الديسكريبشن. طبعا النهاردة هشرح برنامج كان في بعض الناس بتقول ان هو اتقفل على الاندرويد، وفي نسختين من النسخة على الكمبيوتر ونسخة على الاندرويد. طبعا في ناس زي ما قلت لكم بتقول ان الثغره اتقفلت على الاندرويد. طبعا قبل ما اكمل بس بعتذر لو في اي اصوات خارجيه جنبي او اي حاجه. المهم بيقولوا ان الثغره اتقفلت على الاندرويد ومش عارف ايه، انا شغال عليها حاليا وزي الفل مفيش اي حاجه. طبعا الشرح ده يكون مقسم على جزئين، مره للاندرويد ومره للكمبيوتر. الاندرويد النهارده والكمبيوتر في شرح تاني ان شاء الله. الاندرويد هسيب لكم لينك البرنامج. طبعا معلش على صوت القطر ده، بعتذر جدا. طبعا ان شاء الله بسيب لكم لينك، ثانيه واحده، لينك البرنامج ده تحت في الديسكريبشن. تمام، طبعا انت هتخش عليه. طبعا انا معايا الداتا او يعني ثانيه واحده كده اخش اوريكم البرنامج. انا فودافون، انا شغال من الصبح يعني المفروض كان يكون خلص. طبعا اخش على برنامج انا فودافون بس اوريكم البرنامج شغال وكل حاجة. والله انا مش شاحن، انا شاحن على الخط التاني اصلا. بصوا يا جماعة، من 63 ميجا مفروض يعني. تمام، طيب نطلع بقى كده ونخش على البرنامج ده. طبعا انا لو عملته دلوقتي مش هيزودني، لازم يخلص الاول. المهم انت هتكتب هنا رقم تليفونك وهتكتب الباسورد بتاعك، بعد كده تضغط على كده جيت انفو، بعد كده ستارت. طبعا هسيب لكم لينك البرنامج ده تحت في الديسكريبشن. هكتب بس رقم تليفوني، تمام، والباسورد بتاع انا فودافون. تمام، بعد كده هتضغط زي ما قلت على كلمه جيت انفو. ثانيه واحده، جيت انفو ضغطت عليها. تمام، هو بيقول لي جيتنج انفو دان ناو يو كان ستارت، يعني بيقول لي اللي انت دلوقتي جاهز ان انت تدوس على كلمه ستارت اللي هي اللي تحت دي. ستارت success. وبعد كده في الاخر بيقول لي done successfully، يعني ايه؟ تمت العملية بنجاح. طبعا لو دخلت تاني هو ممكن بنسبة بسيطة جدا يزودني في الميجات، بس طبعا هو ده مش هيحصل لان لازم الميجات اللي معايا تخلص بعد كده. ايه بعد كده؟ التانية تشتغل، او ممكن تكون الميجات دي فعلا حرفيا اتضافت بس ما تظهرش دلوقتي، لازم الميجات اللي معايا دي تخلص علشان التانية تخلص. تمام، طبعا ده كان شرح بسيط جدا عن البرنامج ده، وزي ما قلت لكم ما تصدقوش اي كلام بيتقال على البرنامج ده ان الثغرة اتقفلت على الاندرويد ومش عارف ايه. سيبكم الكلام ده يا جماعة. تمام، اتمنى ان انتوا توصلوني 800 مشترك في اقرب وقت ممكن، زي ما وصلتني 740 مشترك. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.